اوروبا ليج البطولة اللي انا شايف من وجهة نظري انها قوية جدا هذا الموسم، بعد ما اكتر الاندية الابطال اللي موجودين يعني نابولي متصدر الدوري الايطالي، اتلتيكو مدريد، ارسنال، ميلان، لاتسيو، اندية كتيرة جدا قوية موجودة في الاوروبا ليج هذا الموسم، وهتبقى قوية جدا، واللي احنا مش هنعرف مين اللي ممكن يحسمها غير في الادوار الاخيرة. كل ده يعني اكيد يعني الاندية الكبيرة بتلعب أندية صغيرة بيتفوقوا عليهم، وده طبيعي جدا، لكن الكلاشات الحقيقية أو المباريات الحقيقية اللي هتعرفنا قوة هذا الدوري بعد، يمكن بعد احنا بنلعب في دور 32، بعد كده 16 نخش في الثمانية والأربعة والنهائي. هنقول أبرز المباريات أو هنقول معظم المباريات اللي اتلعبت في الجولة الأخيرة اللي هي كانت امبارح يوم الخميس ونتائجهم. مباراة بروسيا دورتموند وأتلانتا الإيطالي واللي انتهت 3-2، مباراة لودوغوريتس البلغاري كان بيلاعب إيسي ميلان، وإيسي ميلان قدر يفوز خارج ملعبه 3-0. أنا شايف إن جاتوزو قادر يمشي على قد الإمكانيات اللي موجودة مع إيسي ميلان بعد ما مونتيلا حصل معاه سوء توفيق كبير جدا في الموسم، وبعديها ساب الفريق وراح أشبيلية. أما فريق أرسنال بيكسب 3-0 فريق أسترسود السويدي، ومارسيليا بيفوز على سبورتنج براغا، أكيد أحمد حسن كوكا كان ليه مشاركة في المباراة. وإف سي كوبنهاجن بيخسر من أتلتيكو مدريد 4-1 في الدنمارك. لسه مكملين مع دوري الأبطال، مع دوري اليوروبا ليج، نابولي بيخسر من لايبزيج 3-1 في إيطاليا، أعتقد نتيجة مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لكل مشاهدينا ومشاهدي الكرة العالمية، إن فريق نابولي هو متصدر الدوري الإيطالي إن هو يخسر 3-1 من لايبزيج الألماني على ملعبه. ده ممكن يدينا إيحاء إن ماوريسيو ساري مركز في الدوري، وإن هو مش مهتم باليوروبا ليج على قد ما إنه مهتم بالدوري الإيطالي وإنه متصدر. فممكن يكون بعض اللعيبة اللي لعبت في المباراة ما كانتش طبعاً على نفس القوة اللي بيلعب بيها في الدوري. كان لجازيتا ديلو سبورت اتكلمت على إن في ماوريسيو ساري بيلعب بتشكيلين، واحد في الدوري، واحد في اليوروبا ليج، واحد في الدوري الإيطالي. مباراة استوى بوخارست كان بيلعب أمام لاتسيو، قدر إن هو يفوز 1-0 على فريق لاتسيو. الأندية الإيطالية بتتعثر في الجولة الحالية، نابولي بيتعثر، لاتسيو بيتعثر، لكن ميلان بيفوز 3-0 أو بيقدر إن هو ينجح، النادي الإيطالي الوحيد إن هو ينجح في حصوله على مباراة فيها مكسب. لكن أكيد مباراة أرسنال لعبنا المصري محمد النني شارك في المباراة بالكامل، وأكيد الأرسنال يعني أنا شايف إن هو حسم صعوده لدور 16. اليوروبا ليج بتكون كلها مباريات في يوم واحد، كل الجولات بتتلعب، هيكون معنا 7 مباريات هنستعرض الاهداف مع حضراتكم. هيبقى الخميس القادم هي مباريات العوده لكل الفرق اللي احنا اتكلمنا عليها، احنا بس نقينا ابرز الفرق المشاركه في اليوروبا ليج، وزي ما حضراتكم سمعتم وشفتم النتائج بطوله قويه جدا مش اقل اهميه. يعني احنا كل سنه كنا بنهتم بالشامبيونز ليج عشان بيكون فيها اقوى الانديه الاوروبيه او اقوى الانديه اللي موجوده في الدوريات الاوروبيه، لكن دلوقتي اليوروبا ليج بقت يعتقد ان هي قويه زي الشامبيونز ليج. فاحنا هنستعرض مع حضراتكم 7 مباريات بنتائجهم بهدفهم ونرجع نكمل فيها مع حضراتكم.